أفادت وسائل إعلام رسمية سورية بمقتل عدد من الأشخاص في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب. من جانبه المرصد السوري لحقوق الإنسان وأفاد بسقوط 12 قتيلا من الميليشيات الموالية لإيران في القصف الإسرائيلي على ريف حلب. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي تحية طيبة، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. يبدو أن الغارات الإسرائيلية تعود إلى الجانب السوري، بداية نقف وإياك على آخر الغارات هذا اليوم. نعم مساء الخير. طبعا الغارات كانت او الصواريخ كانت حقيقه الامر من فوق الباديه السوريه، الامر الذي ادى لعدم تشغيل الدفاعات الجويه السوريه او التابعه للنظام على الاطلاق. فاجات هذه الصواريخ حقيقه الامر المواقع العائده للميليشيات الايرانيه في بلده حيان، وايضا دمرت احد المعامل المسيطر على البلده كانت الميليشيات الايرانيه، لكن ايضا كان هناك انفجار آخر أو انفجارين على الأقل في جنوب حلب أيضا في مواقع الميليشيات الإيرانية. على الأقل نحن نؤكد الآن وجود 12 قتيلا من هذه الميليشيات من جنسيات سورية وغير سورية، وهناك معلومات مؤكدة عن وجود ما لا يقل عن 9 جرحى من هذه الميليشيات في الاستهداف الإسرائيلي الذي كان من عمق البادية السورية واستهدف بلدة حيان وموقع آخر في ريف حلب الجنوبي، ولكن الخسائر الأكبر كانت في بلدة حيان نتيجة القصف الإسرائيلي الجديد على الأراضي السورية، وهذا يعتبر القصف الأول في الشهر الجاري بعد استهدافات عدة استهدفت حزب الله ومواقعه وتحركاته عند الحدود السورية اللبنانية وفي ريف حمص الشرقي. لكن الآن انتقل الاستهداف الإسرائيلي إلى ريف حلب الشمالي وإلى محيط مدينة حلب. طيب لنتحدث عن حيان تحديدا سيد رامي، ما ثقل هذه المنطقة وما تشكله من أهمية للميليشيات؟ هي لها أهمية استراتيجية للميليشيات الإيرانية، كون أن إيران هي التي قامت أو حزب الله حقيقة الأمر هو الذي قام بالسيطرة على هذه البلدة بعد اشتباكات مع فصائل معارضة مع هيئة تحرير الشام سابقا قبل سنوات، وأيضا تشكل أحد المناطق يعني الجدار الحامي لبلدتي الفوعة وكفرية التي هي يعني من أبناء الطائفة الشيعية والمسيطر عليها من قبل أبناء البلدة الموالين لإيران. لأن هناك يعني حزام لحماية هاتين البلدتين بالسيطرة على بلدة حيان القريبة من هاتين البلدتين، ولكن هناك معامل، هناك مستودعات، هناك انتشار كبير وثقل كبير لهذه الميليشيات في محيط مدينة حلب. ولكن إسرائيل أن تقوم بقصف بلدة حيان ليس فقط لوجود هذه الميليشيات فيها، على ما يبدو بأن استهداف لأحد المستودعات العائدة لهذه الميليشيات في هذه البلدة وليس لتواجد الميليشيات في هذه البلدة، لأنه لا يؤثر حقيقة الأمر على الحرب مع إسرائيل لا يعني بأي شكل من الأشكال. طيب تحدث عن وتيرة معينة خلال الشهرين الماضيين، هل يمكن القول أنه هذه عودة رسمية صريحة للوتيرة السابقة التي كنا نشهدها فيما يتعلق بالاستهدافات سيد رامي؟ نعم وبقوة، يعني نحن إذا ما تحدثنا عن منذ استهداف المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية حتى 20 من الشهر الفائت كانت الهجمات يعني ضئيلة، ولكن منذ 20 من الشهر الفائت وحتى اليوم نشاهد تكثيف بهذه الهجمات الإسرائيلية المميتة، سواء الهجمات التي كانت في ريف حمص في بانياس واليوم في حلب، أي أن هناك تصعيد بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية بعد توقف يعني شبه تام منذ ما يعرف باستهداف المبنى الملحق بالسفارة الإيرانية وقتل القادة محور المقاومة أو ما يسمى محور المقاومة. وحتى 20 من الشهر الفائت كان هناك عدد استهدافات يعني تكاد لا تذكر على الأراضي السورية. بعد ذلك بدأت الهجمات المميتة على حزب الله اللبناني تحديدا من قبل الإسرائيليين.
كل الشكر لك دائما أستاذ رامي على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كان معنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير مرصد السوري لحقوق الإنسان.